لماذا تم استبعاد الأسطورة الجزائرية ياسين براهيمي من المنتخب الجزائري كليا؟ ينقسم الجمهور إلى سببين لا ثالث لهما. منهم من يقول أن ياسين براهيمي كانت تنقصه المنافسة وساهم بشدة في كسر اللعب وعرقلة بناء الهجمات، ولهذا السبب أبعده بالماضي من المنتخب. ولكن إن كان السبب الأول صحيحا، فإن ياسين براهيمي الآن يقدم أداء أسطوريا في الدوري القطري، فلماذا لا يستدعيه؟ أما السبب الثاني، فإن ياسين براهيمي خرج في مقابلة صحفية عندما سألوه عن سبب إقصاء الجزائر من المونديال، فقال بالحرف الواحد: لا يمكننا أن نحمل الحكم وحده سبب الإقصاء، وهذا في إشارة بأن المدرب بالماضي هو سبب الإقصاء، وهذا ما جعل الكوتش بالماضي يبعده من المنتخب الجزائري. وأنتم أصدقائي، ما رأيكم؟ هل تريدون أن تروا ياسين إبراهيمي مجددا في المنتخب؟ أخبرونا في التعليقات.